أشارت إلى أنه يتمتع بمؤهلات عالية. مجلس النواب، ووفقا ما سمعناه، فإنه سيمثل أمام اللجان المتخصصة، وذلك من أجل الانتهاء من عملية المصادقة. القاضي غورتش التقى بزعيم الأغلبية وكذلك أعضاء مجلس الشيوخ، إضافة إلى جوف مانشن من ويست فيرجينيا، والذي ذكر أنه سيحظى بدعم من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين كي يتجاوز عتبة 60%، وكما ذكرت 60% ليس دقيقا، والديمقراطيون يحاولون عرقلة وإعاقة مصادقة على هذا القاضي المؤهل. وأنا أذكر بالمصادقة على عضوي محكمة عليا في حقبة الرئيس أوباما. وأما فيما يتعلق بأحداث اليوم، فقد بدأ الرئيس اليوم بحضور إفطار الصلاة الوطنية، وهذا تقليد يعود إلى أكثر من 60% منذ عهد الرئيس أيزنهاور. وتحدث أن الكلمات التي سمعها تركت أثرا عميقا في قلبه. تحدث أيضا وبشكل مطول عما تقوم به ما يقوم به تنظيم الدولة الإسلامية من إبادة جماعية للمسيحيين في الشرق، وكذلك عبر عن دعمه للمسلمين المعتدلين، وكذلك عبر عن موقفه ضد العنف، وأكد على أن المجتمع الأمريكي سيبقى متسامحا، وسيقوم الرئيس باتخاذ الإجراءات اللازمة منع انتشار التعصب في بلادنا، وسيتم وضع إجراءات تضمن أن من يدخلون بلادنا سيتبنون القيم الأمريكية وينبذون كل أفعال العنف. وعبر الرئيس بأن معتنقي العقائد المختلفة بإمكانهم ممارسة عقائدهم من دون خوف أو وجل. كذلك عبر عن تعازيه لعائلة الرقيب الذي قتل في اليمن وعودة جثمانه إلى البلاد. واقتبس من نص من الكتاب المقدس. وبعد عودته إلى البيت الأبيض، عقد أول اجتماع مع فريقه في البيت الأبيض، وهم على تواصل مع الكونغرس فيما يتعلق بترشيح القاضي غورتسيتش للمحكمة العليا. وسنتطلع إلى جلسات اجتماع منصفة وعادلة. والديمقراطيون مرة أخرى قاموا بمقاطعة جلسة الاستماع، ووفقا لهذه الاستراتيجية التقى الرئيس مع أعضاء من مجلس الشيوخ، وكذلك التقى برئيس والعضو الأبرز في اللجنة المالية. كذلك وضع الرئيس وأكد على أهمية الاتفاقيات التجارية ودور هذا الفريق في صياغة اتفاقيات جديدة. تحدثوا بشكل مطول عن اتفاقية نافتا، والتي يعتقد بأنها لا غير صالحة. وأكد الرئيس أن مصالح الولايات المتحدة التجارية تتحقق من خلال اتفاقيات ثنائية وليس اتفاقيات متعددة الأطراف. والرئيس يستضيف لقاء مع مديري وممثلي النقابات. وبالنسبة لقائمة المدعوين، يمكنكم الرجوع إلى موقعنا الإلكتروني. William S. Harley, at age 21, completed the blueprint drawing of an engine designed to fit into a bicycle. وهارلي ديفيدسون في عام 1903 بدأ بإنتاج الدراجات النارية، والآن باتت شركة كبيرة، عديد موظفيها يتجاوز 6000 موظف.
ولها مصنع في ولاية ويسكونسن، واليوم سيرحب الرئيس بالمدراء التنفيذيين لشركة هارلي ديفيدسون، وذلك لمناقشة السبل التي من شأنها خلق مزيد من فرص العمل. وسيلتقي كذلك ممثلين عن صناعة الصلب والفولاذ. وعبر الرئيس عن امتنانه وإشادته بقوة الشرطة والأمن الرئيس أكد أن العمال الأمريكيين هم من بنوا البلاد وأنه يضع مصلحتهم في المقام الأول. هناك بعض الملاحظات الإدارية. السيد مايك فلينت تحدث عن بعض المناصب الخاصة بالإدارة. أيزنبرغ سيكون مساعدا للرئيس. وكيفن هارينغتون المساعد الرئيس للتخطيط الاستراتيجي. وأخيرا كان هناك تجاوب مع استقبال أسئلة الصحفيين عبر خدمة سكايب، ومن يريد أن يستفيد من هذه الخدمة يمكنكم مراجعة الجهات المعنية. فيما يتعلق بجدول الغد، سيلتقي على مائدة الغداء مع الجنرال فلين. والآن نفتح المجال للأسئلة. اليوم الرئيس ترامب تحدث عن الإبادة الجماعية في الإفطار، و السنة الماضية كان هناك حديث عن ما يقوم به تنظيم الدولة من عمليات إبادة جماعية للمسيحيين في المنطقة. والآن وبعد حلف السيد ريكس تيلرسون اليمين والقسم كوزير الخارجية، فما الذي ستقوم به وزارة الخارجية في هذا الإطار؟ أعتقد أن وزير الخارجية تيلرسون الآن يتعرف على المبنى وألقى خطابا رائعا تحدث فيه عن رؤيته وأهدافه الخاصة بوزارة الخارجية، وسيكون هناك المزيد من التوجيهات لاحقا. ولكن الآن هو يريد أن يتواصل مع الموظفين ويفهم طبيعة عمل الوزارة. ولكن كان مهما بالنسبة للرئيس وطوال خطبة وطوال حملة الانتخابية، وكذلك ما تطرق إليه اليوم في حفل الإفطار، وخصوصا ما ورد في الأمر التنفيذي والذي يسمح لمسيحيين من دول معينة بدخول الولايات المتحدة. وطبعا هذا يأتي ضمن إطار تعريف الأمم المتحدة لمفهوم اللاجئين. اليوم أكد الرئيس وعده بحماية الحريات الدينية، لكن بعض الأمريكيين ينظرون إلى الحريات الدينية باعتبارها نوعا من التمييز، فكيف يمكن أن يستفيد ويستخدم الرئيس هذا الأمر؟ هذا سؤال مثير للاهتمام، وهذا طرح كثيرا. أعتقد أن هناك خط فاصل. نحن نمارس أو نتمتع بحرية الاعتقاد، والناس أحرار في ممارستهم لعقائدهم الدينية من دون خوف أو وجل، ولكن أحيانا يتم الإشارة إلى هذا الموضوع بتعابير مختلفة تأتي في إطار اللباقة والكياسة السياسية. ولكن كما ذكر الرئيس، لكل مواطن الحق في التعبير في اعتقاد الدين الذي يختاره ويمارس مشاعره الدينية ويعب. ولكن هذه الأصوات تقمع، لكن مرة أخرى الرئيس يبحث عن السبل التي توضح الأمور بحيث لا ينحرف البندول. ونحن لا نريد أن نفرض دينا أو معتقدا على شخص. لكل شخص الحق في التعبير عن معتقده، وأعتقد أن هذا يمارس في بلادنا كجزء من حياتنا. ولكن من يريدون أن يعبروا عن معتقداتهم يجب أن يحترموا الآخرين. ألا تعطينا مثالا عن انحراف البندول إلى ما يسمى بالكياسة أو اللباقة السياسية، في خصوصا فيما يتعلق بما يدور من حديث عن محاولة إصمات بعض الفئات أو بعض الجهات؟ أعيدك إلى قضية الليتل سيسترز أو
Hobby Lobby and that kind of thing? I would, yeah, absolutely. I think there's several businesses. أعتقد أن هناك عدد من الشركات والمؤسسات, مؤسسات كاثوليكية وغيرها, حاولت أن تفرض بعض الأمور وفيما يتعلق بمعاملتهم مع موظفيهم, وهذا ما نسميه أن البندول ينحرف إلى اتجاه دون آخر, خصوصا فيما يتعلق بالشركات الخاصة والتي تحظر على بعض موظفيها ممارسة عقائدهم. لذلك هناك أدلة كثيرة خلال السنوات الماضية عندما كانت تضع وتفرض الحكومة سياسات وقيود. كما ذكرت, الأمر يتعلق عن موقف الرئيس. إذا ما أراد, خصوصا فيما يتعلق بعدم عقاب أو معاقبة شخص بسبب التعبير عن معتقده, وخصوصا هؤلاء الذين يتبنون دينا معينا, يجب ألا نفرض على الناس أن يتبنوا سياسات أو لوائح معينة. في الوقت الحالي ما من أمر تنفيذي بشكل رسمي ولا جديدة بشأن هذا الموضوع. هناك الكثير من الأفكار التي تناقش الآن, وذكرت ذلك قبل عبر الأيام الماضية. وكما يفعل الرئيس دائما, هو يطلب مساهمات وأفكار بشأن قضايا مختلفة, وهنالك إجراءات تتبع في هذا المجال فيما يتعلق بأي أفكار جديدة. لكن إلى أن يتخذ الرئيس قراره فلن نعلن عن شيء إلى الآن. على ضوء المأساة التي حدثت في مدينة فلينت, في مدينة كويبك, حيث عبر عنها رئيس الوزراء الكندي باعتبارها عملا إرهابيا, فما الذي سيقوم به الرئيس ليمنع مواطن أمريكي من اقتراف مثل هذا الحدث؟ طبعا هو ينظر إلى الأمر من كافة الجوانب. الأمر الأول هو التأكد من تأمين حدودنا, نؤمن, ثم التهديد السبراني والإلكتروني, ثم هناك مقاربة شاملة لعملية الهجرة والأمن القومي وأمن المواطنين. إذن هذه عملية من مستويات عدة, نؤمن الحدود ومن يدخل ومن يخرج, ثم ما نفعله داخليا بمشاركة الأجهزة الاستخبارية ومكتب التحقيقات الفيدرالي فيما إذا كان التهديد تهديدا إلكترونيا أو أنشطة إرهابية. وذلك كذلك التأكد من العمل مع وكالة الأمن القومي ومكتب التحقيقات الفيدرالي وغيرها. الذي قال, الذي نفذ الاعتداء في مدينة أوكلاهوما سيتي كان أمريكيا. كما ذكرت, نحن نحاول أن نستغل ما هو متوفر من موارد على صعيد وكالة الأمن القومي والإف بي آي حتى نكون مبادرين ونستبق الأمور في حتى نكون, كما ذكرنا, يدل لدينا آلية تبليغ وغيرها. لكن هذه كما ذكرت عملية متعددة المستويات ومتعددة الجوانب. لماذا تعمل هذه الإدارة على تخفيف العقوبات على روسيا؟ لا, هذه ممارسة اعتيادية لدى وزارة التجارة, وخصوصا عند فرض عقوبات يتم مراجعة الأمر فيما إذا كان هنالك حاجة لإجراء بعض التعديلات أو استثناء بعض الصناعات أو الخدمات. لكنني أحيلك إلى وزارة الخزانة عفوا فيما يتعلق بهذا الأمر. ألا يوحي ذلك بأن هناك تغيرا في الموقف؟ لا, كما ذكرت, هذه إجراءات اعتيادية. وزارة الخارجية تقوم, وزارة الخزانة عفوا, تقوم بذلك بشكل اعتيادي, وحولك في ذلك إلى وزارة الخزانة أو وزارة المالية. سؤال, هل تصف المكالمة الهاتفية التي دارت بين رئيس الوزراء الأسترالي والرئيس, وكذلك قلق الرئيس بشأن المهاجرين, وهل توضح فيما إذا كانت تلك الصفقة عندما قال الرئيس أنني سأراجع هذا الاتفاق الغبي مع الحكومة الأسترالية؟ طبعا كانت مكالمة ودية مع رئيس الوزراء الأسترالي, ناقش فيها هذا الاتفاق. الرئيس مستاء جدا من الإدارة السابقة
والاتفاق الذي أبرمته وسوء صياغته والذي يهدد أمننا القومي. هو يحترم رئيس الوزراء احتراما كبيرا وكذلك الشعب الأسترالي، وذكر أنه سيعمل على مراجعة هذا الاتفاق، وكجزء من هذا الاتفاق ينبغي أن يكون هناك عمليات تدقيق صارمة ومشددة كي يتم التأكد من أن أي لاجئ يأتي للبلاد بنوايا حسنة ولا يمثل تهديدا ولا يشكل تهديدا للولايات المتحدة. لذلك ومع احترامه للشعب الأسترالي ورئيس الوزراء ترامبل، فإننا لا نريد هذا الاتفاق الذي أبرمته الإدارة السابقة، يعتبره مزعج جدا ولا يحبه، ولكن من باب الاحترام سيسمح باستمرار هذه العملية، لكن وفقا للظروف، وكما ذكرنا سيكون هناك عمليات تحقق صارمة لكل فرد من هؤلاء الأفراد أو من اللاجئين. الاتفاق ما زال خاضعا للمراجعة. إذا جزء من الاتفاق والذي يسمح للولايات المتحدة بأن تقوم بتحقق من هؤلاء، وهدف الرئيس هو التأكد من أن كل شخص من هؤلاء وفقا للاتفاق وكما تم مناقشته في المكالمة الهاتفية، أن يخضع كل هؤلاء لعمليات تحقق صارمة. لكن مرة أخرى الرئيس كان مستاء جدا بشأن هذا الاتفاق ويعتبره اتفاقا فظيعا أبرمته الإدارة الأمريكية السابقة. كما ذكرت سؤالي بشأن التحذير الذي أطلقه لإيران، فما هي الخيارات المطروحة إذا كان هناك خيار عسكري؟ أو الجنرال فلين كان واضحا تماما أمس بأن إيران انتهكت الاتفاق متعدد الأطراف، وخصوصا من خلال عملها العدائي الذي استهدف إحدى قطعين الحربية، وسيكون هناك مزيد من الحديث بشأن هذه الإجراءات، وكان ذلك يهدف إلى جعل إيران تعرف أن هذا لن يمر وأنه سيتم اتخاذ إجراء بشأنه. تفضل جون. في 27 من يناير وفي خلوة جمعت الجمهوريين، أثار نائب الرئيس بنس قضية مدير جهاز الضرائب الأمريكي، وطبعا طلبوا من الرئيس إقالته أو طلب منه تقديم استقالته، ونائب الرئيس قال أنا أسمعكم. هل هناك أي إجراءات قائمة بشأن المفوض؟ ليس لدي أي معلومات جديدة بشأن هذا الموضوع. الرئيس وصف الضربة الجوية في اليمن باعتبارها ضربة ناجحة، وهناك لدي مجموعة من الأسئلة بشأن هذه الضربة. هل أنتم ما زلتم تقولون أن هذه الضربة أو العملية العسكرية كانت ناجحة؟ وهل كان هنالك أي مشاورات مع المستشارين العسكريين وغيره؟ في الحقيقة أود أن أفصل في هذا الأمر وأشكرك على إثارة هذا الموضوع. سنتحدث في 7 نوفمبر، القيادة الوسطى أرسلت رسالة إلى وزارة الدفاع وتم إشراك الفريق القانوني، وعندما وصلهم هذا الإخطار، وفي 17 سبتمبر تم الموافقة على هذه العملية وأرسل إلى مجلس الأمن القومي، وكل هذا تحت في ظل الإدارة الماضية. في 6 يناير كان هناك اجتماع لنائب وزير الدفاع وتم الموافقة على هذه العملية، وكان ذلك في ليلة حالكة السواد، وطبعا وفقا للتقويم القمري لن يتم تنفيذ هذه العملية إلا بعد أن يستلم الرئيس ترامب منصبه. ثم وزير الدفاع ماتس قرأ المذكرة وأرسلت إلى البيت الأبيض، والتي تم إيجاز الرئيس من قبل الجنرال فلين وفقا لتوصية الوزير ماتس، وطلب الرئيس مقابلة
ماتس ورئيس هيئة الأركان المشتركة دانفورد، وفي ذلك المساء عقد اجتماعا على طاولة العشاء، جمع نائب الرئيس وماتس ورئيس هيئة الأركان وبانن والجنرال كونوغ وفلين ورئيس هيئة وكالة الاستخبارات الأمريكية بومبيو، وتم مناقشة العملية بكافة تفاصيلها. والمؤشرات في ذلك الحين هو الإذن بهذه العملية، وفي 26 اجتمع المعنيون مرة أخرى، وفي 26 من يناير وقع الرئيس المذكرة، ما يعني ذلك تفويضا بتنفيذ العملية. إذا هذه بدأت منذ أشهر، في 7 نوفمبر، وكما ذكرت هذه عملية نوقشت بعمق ونفذت بشكل. الرئيس كان موجودا هنا وتواصل مع مسؤولي مجلس الأمن القومي، وتم إطلاعه على العملية وكذلك مقتل الرقيب والجرحى. لذلك هو كان على تواصل مع المسؤولين بشأن طوال فترة تنفيذ العملية. وكما ذكرت أمس، من الصعب وصف أي عملية بنجاح كامل عندما يكون هنالك ضحايا أو جرحى، لكن ما حققناه من فوائد لحماية أو لمنع سقوط مزيد من الضحايا أو حتى إيقاف هؤلاء الأشرار من تنفيذ عملية أخرى. لذلك من وجهة نظرنا هي عملية ناجحة بكافة المعايير، لكن من الصعوبة بمكان استخدام كلمة نجاح عندما يلقى شخص حتفه أو يقتل شخص وخصوصا شخص كرس حياته لخدمة هذه البلاد. وطبعا هذا خطر أو مجازفة، وكانت العملية لمنع التهديد الذي كان يمثله هؤلاء الأشخاص، ونعرف أن الجندي سقط دفاعا عن بلادنا. سمعت عن الانتقادات بشأن حديث الرئيس في حفل الإفطار. مارك برنت طبعا هو منتج برنامج أبرانتس أو المتدرب، التقى به، ولو استعرضنا كل ما قيل بشأنه كان كلاما جميلا. كما ذكرت كانت لحظة حميمية. ألتقي بكم غدا علي، أنا أجلس وأجتمع مع الرئيس الآن. شكرا.